إن لله وإنا إليه راجعون. الفنان صلاح السعدني يفارق الحياة عن عمر يناهز 81 سنة، تاركا وراءه العديد من الأفلام والدراما السينمائية. غادي تشوفوا معنا خوتي وخواتاتي عزاء الفنان الراحل، وأيضا غضب ابنه أحمد السعدني على الحضور. أي حد وأيضا غادي نشوفوا ظهور زوجة صلاح السعدني مع ابنها أحمد السعدني، وأيضا اللي كتواجد في الصورة راها الابنة ديالو والزوجة ديالو الله يرحمه. وللإشارة ولد الفنان السعدني سنة 1943، حصل على شهادة البكالوريوس الزراعة ودخل إلى المجال الفني مع صديقه النجم عادل إمام. ترك الفنان السعدني العشرات من الأعمال الدرامية إلى جانب تقديمه ولعبه العديد من البطولات في المسرح ومشاركته في العديد من الأعمال السينمائية. حصل السعدني على العديد من الألقاب، كان أهمها هو لقب عمدة الدراما نظرا لما قدمه طوال مشواره الفني على مستوى السينما والدراما، بحيث اعتبر أفضل الفنانين الذين برعوا في تجسيد دور العمدة. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.